السلام عليكم ورحمة الله. احنا معانا هنا بنك النوز. والله انا حاولت ان انا احل الاسئلة، ادور على النت او معانا في الورق واشوف البتاع، فاحنا واشوف يعني السؤال ليه الاختيارات دي غلط، طب ليه الاختيارات دي، طب ليه اخترنا الاختيار ده. فانا حاولت قدر المستطاع، والاسئلة اللي هي كده ممكن نبصمجها برضو. كنت عايزة اقول ايه، انتوا طبعا عارفين ان في اسئله مش معانا بس ممكن تيجي، فدي هنحاول نبصمجها، ولو في حاجه معلومه نقولها، بحيث ان حتى لو السؤال ذات نفسه ما جاش وانما المعلومه دي بتاعت السؤال جت بصيغه تانية نبقى عارفينها وبس. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم افتح لي فتحا يذهلني اتساعه. اول سؤال معانا: Which of the following sinuses is related to the orbit؟ ليها اي من الساينس اللي عندنا ليها علاقه بالاوربت. عندنا المجزيلري ساينسز، ليه بقى؟ احنا عندنا الاوربتس اهي، وتحتها هنا الفيل نوز، مالناش دعوه بالنوز، وهنا تحتها هنا في المجزيلري ساينسز بتكون الفلور بتاع الاوربت. يبقى عندنا اللي ريليتد هي المجزيلري ساينسز، ريليتد الاوربت هي المجزيلري ساينسز. تاني سؤال معانا: الاثمويدال ساينسز. احنا عندنا الاثمويدال ساينسز بتقسم لاتنين، انتيريور وبوستيريور. عندنا الانتيريور عادي مع بقية اخواتها اللي هما في الانتيريور، اللي هما المجزيلري والفرونتال، بيصبوا في الميدل ميتس، بينما البوستيريور بتصب لوحدها في السوبيريور ميتس. يبقى عندنا الميدل والسوبيريور هيبقى A and B. A and B اه مش all of the following arteries share in بتاع دي except. نركز يا جماعة وناخد بالنا في الامتحان من كلمة اكسبت او كده، عشان احيانا ما بنشوفهاش وبنحل السؤال غلط. البتاع دي اللي هي little is area، اللي هي اشهر حاجة عندنا بسبب epistaxis. عندنا اتنين ورا، اتنين تحت، واحد قدام وواحد ورا. ايه الاتنين اللي تحت؟ احنا عندنا الوش اهو، المناخير، سوري على الرسم، بعدين البق، ماشي. عندنا هي المنطقة اللي هي ليتلز اريا دي هنا، فاحنا عندنا اتنين تحتها، واحدة وراها وواحدة قدامها. الواحد اللي قدام اللي هو الانتيريور اثمويدال ارتري، فعندنا اللي قدام الانتيريور اثمويدال ارتري. اللي ورا ايه اللي عندنا ورا غير اللي هي سفينوبالاتاين؟ عندنا السفينويد ورا، في السفينويد ساينسز، فاحنا السفينوبالاتاين ارتري جاي من ورا. انا مش عارفه صراحه المعلومه دي صح ولا غلط، بس يعني انا سكمتها كده ان عندنا اتنين تحت، واحد قدام وواحد ورا. اللي ورا السفينويد جاي من عند السفينويد ساينسز لانها بوستيريور، فيبقى السفينويد السفينوبالاتاين. اللي قدام عندنا الانتيريور اثمويدال. اتنين تحت بقى، واحده جايه من الشفه اللي فوق، ما احنا عندنا الشفه اللي فوق تحت المناخير على طول، فواحده جايه من الشفه اللي فوق وواحده جايه من البلاتاين. هما الاثنين اللي تحت عندنا الجريتر بلاتاين والسوبيريور ليبيال ارتري، اللي هو الارتري بتاع الشفه اللي فوق والجريتر بلاتاين. يبقى عندنا كل دول ما عدا البوستيريور اثمويدال ارتري، ملوش علاقه بالموضوع. The following paranasal sinuses drain into the osteomyotus complex except. osteomyotus ما بين الاوستيوم اسمها اوستيوم و الميتوس بتاع السينوسز، كلهم بيفتحوا، اللي هو بتساوي الميدل ميتوس، كل بيصب في الميدل ميتوس معانا. الاوستيوم بتاع النوز والميتوس كل بيصب في الميدل ميتوس معانا. مين اللي بيصب في الميدل ميتوس؟ الفرونتال والماجزيلري والانتيريور اثمويدال. يبقى الوحيده اللي مش معانا البوستيريور اثمويدال ساينسز. The external carotid artery gives blood supply to the nose through the following branches except. عذرا على المقاطعه، عندنا الاكسترنال كاروتيد ارتري بيدينا دي صراحه ما اعرفش اسكمها قوي، بس الوحيد اللي مش معانا هو الانتيريور اثمويدال. ده هنقولهم ونحفظهم سوا: السفينوبالاتين،
بيطلع من المجزيلري السفينو بالاتاين والجريتر بالاتاين الاثنين عندنا هنا النوز الاوربت ماشي، هنا التشيكس اللي هو فيها موجود فيها المجزيلري ماشي، وتحت البق اهو. خرابي على رسمي. فاحنا عندنا السفينو بالاتاين اللي هو جاي من البلاتاين اللي هو في سقف النوز من هنا، والجري ال يا ربي استغفر الله معلش، الجريتر بلاتاين اللي جاي من سقف النوز، والسفينو بلاتاين هو فيه بلاتاين شبهه، فيبقى الاتنين مع بعض هيطلعوا منين؟ من المجزيلري. انما الليبيال الشفه موجوده فين؟ في الوش، فهتطلع من الفيشيال ارتري، والاتنين دول برانشز للاكسترنال كاروتيد. انما الانتيريور اثمويدال هي الوحيده اللي جايه من اللي هي اوفثالميك ارتري اللي هو تبع الانترنال كاروتيد، وانا مسكماها محافظه دي بس الوحيده اللي هي انترنال كاروتيد، والباقي كله اكسترنال كاروتيد. انتيريور انترنال، تحس ان هي لايقه كده يعني، في موسيقى انتيريور انترنال، والثلاثه التانيين بوستيريور، قصدي سوري اكسترنال كاروتيد. anterior ethmoidal present bulb، في bulge من anterior ethmoidal. bulge معناها بلة، بلة دي معناها انتفاخ، و bulge معناها انتفاخ، و anterior ethmoid ethmoid يبقى بلة ethmoidalis. انا مسكمها كده bulge بلة ethmoid ethmoidalis. the key area in the middle meatus، في المنطقة اللي في middle meatus اللي بdrainage ال anterior group اللي احنا لسه قايلينها middle يا ربي ام سوري اللي هما بتوع الميدل نيتس، بيصبوا فين؟ في الاوستيوميتس كومبلكس، ما بين عند الاوستيوم بتاع المناخير اللي هو الجزء اللي قدام بتاع المناخير، والميتس بتاعتهم كلهم بيصبوا في النيزل كافيتي. نيزو لاكريمال دكت، نيزو لاكريمال مناخير العين، في ما بين المناخير والعين في دكت اهي نازله على تحت، يبقى inferior meatus، بتصب في الانفيريور meatus. انا مسكمها كده برضه، هما من جايه من العين للمناخير نازله على تحت، يبقى inferior meatus. the teeth related to the floor of the maxillary sinus or الteeth. احنا عارفين ان عندنا خدناها هناخدها في الشابتر قدام، ان عندنا في حاجه اسمها اورو انترال فيستيلا. الاورو انترال فيستيلا دي عباره عن ايه اللي بيسببها، او بمعنى صح بتبقى مفتوحه ما بين ايه وايه؟ ما بين المجزيلري اللي هي المجزيلري ساينسز، والسكند بريمولر، والفيرست كان عندنا الفيرست مولر، وهنضيف عليها السكند مولر، يبقى السكند بريمولر اند فيرست وسكند مولر تيث. سينويد سينوسس سفينويد، يبقى سفينو اسمويدرس من اسمها. the parasympathetic nerve supply the nose، الباراسمباثيك نيرف سبلاي ذا نوز. احنا عارفين ان الباراسمباثيك بيعمل فازو دايلاتيشن لكل البلاد فيزلز بتاعت الجسم ما عدا المسل، المسلز بيعملها فازو كونستريكشن، والعكس صحيح في السيمباثيتك، يبقى هو بيسبب فازو دايلاتيشن في البلاد فيزلز بتاعت النوز، لان النوز ده مش مصل. الفاكتوري سيلز، احنا عارفين ان هنا حاسه الشم بتاعتنا، لو دي سوري دي مش المناخير، المناخير اهي، ده السيبتوم بتاع النوز، واهي عارفين ان الهواء بيدخل ونشم، بيوصل عند المنطقه دي نشم فيها. المنطقه دي فين؟ الابر ثيرد، دي موجوده فوق عندنا المناخير متقسمه يعني ثلاث تلتات، هي موجود بقى في التلت اللي فوق، يبقى ال upper third of the nasal cavity. before an odorant molecule can be received، قبل ما نقدر نشم نتعرف على الريحه، قبل ما نعرف نتعرف على جزيء الريحه ده، دي ريحه ايه، لازم تروح على الاولفاكتوري ريسبتورز، لازم تعدي على الاولفاكتوري ريسبتورز تدخل نتعرف اهلا وسهلا عرفنا ريحه ايه، اصل هي مالها ومال الميدل توربينيت، ومالها ومال الفرونتال ساينس ولا السفينويد ساينس، هو حاجه بنشم. الشم له علاقه بالاولفاكتوري سيلز
اللي هي من ضمنها الاولفاكتوري، عليها الاولفاكتوري ريسبتورز. تاني حاجة معانا بقى ال history and examination. Some diseases affect special age group. بعض الأمراض بتبقى ليها سن محدد، يعني والله في مرض بيجي في الأطفال بس ما بيجيش في الكبار وهكذا. احنا عارفين ان النيزوفارينجيال انجيو فايبروما بتيجي في الميل ادلت، يبقى مش للتشيلدرن. انترو كوينال بوليب از موستلي سين ان اولد بيشنت. لا ثانيه، انا مسكمها ازاي؟ ان الانترو كوينال يوني، واليوني سنجل، واحدة، يبقى سنجل. هو بيكتبش ليه ومين الشخص السنجل؟ الكبير في السن ولا الصغير؟ لا الصغير، يبقى بتيجي في التينيجر، في الشباب، يبقى هي ما بتجيش في الاولد بيشنت. طيب الانفيرتد بابلوما كومنلي بتيجي موست كومنلي ابوف 40. خلي دي دلوقتي، احنا عارفين ان هي بتيجي في سن اكبر من 50، اكبر من 40، بس نشوف اللي بعدها برضه. سكويمس سيل كارسينوما افكت كومونلي يونج ادلت. لا هي ما بتجيش في اليونج ادلت، هي بتيجي في اكتر من 50، ناس عمرها ابوف ال 50، اكتر من 50. مش عارفه انا مش راضي يكتب لي. تمام. The visible structures by anterior rhinoscopy are the following except. احنا بنقول anterior rhinoscopy، يعني هنشوف ال anterior، هنشوف ال structures اللي anterior، هنشوف ال structures اللي قدام. دي anterior تمام، دي anterior تمام، دي anterior تمام. برضو هنا اثمويد، انا مسكماها ان الاثمويد دي، عذرا على المقاطعة، انا مسكناها ان الاثمويد دي عندنا انتيريور وبوستيريور، هنشيل جزء الانتيريور هنشتغل على البوستيريور، فهي بوستيريور فهي لا، فالانتيريور هنشوف الانتيريور التلاتة، البوستيريور مش معانا. some diseases affect only males. احنا عارفين احنا قلنا في الميل ادلت بتيجي ايه؟ نيزو فارينجيال انجيو فايبروما، بتيجي في الميل ادلت. انا لاحظتها كده، انه اي مرض عندنا افضل حاجه بنعملها هي السي تي، ما عدا الراينايتس بنعمل الام ار اي والام ار اي على حسب النوع. لو اتروفيك راينايت اللي هو اي حاجه كرونيك سينوسايتس كرونال سينوسايتس بتاع دي معناها السي تي. اوبسي، سي تي. فافضل حاجه نعملها في الساينوسايتس بنعمل سي تي عشان الساينوسس بتاعت الوش تبان واضحه. فافضل حاجه بنعملها هي السي تي بتاع النوز والساينوسس. بايوبسي از انديكيتد ان، البايوبسي دي حاجه اساسيه في اليونيلاترال نيزل بوليب. ما البوليب كده او كده بتبقى واضحه في باينه، يعني انت بتبقى شايفها وعارف ان دي بوليب. نيزوفارينجيال انجيوفايبروما صراحة مش عارفة، بس هو عموما البيوبسي بنحتاج الراينوسكليروما عشان نتأكد ان هي مش تيومر وانما هي انفلميشن، انها بتبقى شبه التيومر شوية. فور نيزوفارينجيال اكزامينيشن بنعمل انتيريور راينوسكوبي سافيشنت، اساسي عشان نتأكد anterior rhinoscopy. احنا عايزين هنا نيزو فارنجي، يعني هنشوف الفارنكس معانا. anterior rhinoscopy مش هيبين لنا الفارنكس، هتبقى النيزل examination بس. فلا posterior rhinoscopy is an easy and sufficient method. easy لا هو مش easy. endoscopic examination is the best method. لاني بسهولة الاندوسكوبيك بسهوله يبين لي اللي جوه، يعتبر من اسهل الحاجات المستخدمه اللي هو الاندوسكوبيك. راديولوجيك راديولوجيك ايفالويشن از سوبيريور تو ذا ابوف ميثودز. لا
لا انا ليه اعمل راديولوجي يعني، ليه استخدم الطريقة دي؟ فلا، بعدين بيقول لك ده افضل من كل الطرق التانية، لا الاندوسكوبك دي افضل طريقة. كونجينيتال، الكونجينيتال انيشيالي بايلاترال كوينال اتريزيا انيشيالي، يعني مبدئيا يعني كده حاجة لسه جايالي طازة. وبايلاترال، بايلاترال يعني امرجنسي، اول حاجة بعملها في الامرجنسي هي ماك جوفن نيبل عشان اعمل سبيس للهواء اللي هي بتبقى عبارة عن اللي هي بتاعت البزازة دي، الجزء ده بنخرمه من هنا ونحطه في بق الطفل عشان يدخل له هواء، لانه عنده بايلاترال اتريزيا الناحيتين مسدودين. اكيد مش سيرجري، السيرجري دي بتبقى تاني حاجة وهي مش اميديت، مش على طول، لا انا بعملها بعد اما بعمل المجوفن نيبل دي، لما الحالة تسمح ان انا اعمل سيرجري بعملها. ازاي هدخل قسطرة من المناخير واصلا الناحيتين مسدودين؟ فدي ما تنفعش. نحطه على بطنه؟ لا، يعني نحطه على بطنه دي اما يكون مثلا بطنه وجعاه او في ميه او في حاجه عشان نخرجها، انما هو الناحيتين مسدودين مش عارف يتنفس كده. كونجيليتال كوينال اتريزيا، كونجيليتال كوينال اتريزيا هي بتبقى يونيلاترال، هي بتبقى يونيلاترال بنسبه 75% و25% بايلاترال. بوني، بتبقى بوني بنسبة 90% و اسمه ايه، بون كارتلج، كارتلجنس بنسبة 10%. بتبقى emergency if bilated، البايلاترال بتبقى دايما emergency، يبقى all are true. an infant with bilateral queenal atresia present with، اولا هو عنده bilateral queenal atresia يعني مناخيره مسدودة، والطفل ما بيعرفش، قلنا ما بيعرفش يتنفس من بقه لغاية أول كام أسبوع كده، في الفيرست couple of weeks، فهو مفيش هوا داخل، فيبقى عنده respiratory distress، في مشكلة في التنفس بتاعه، في مشكلة في الريسبيريشن. انما secretory otitis media، ايه علاقة otitis media بالموضوع؟ epitaxis، مفيش حاجة تعمل نزيف خالص. ابيتاكسس دي بتبقى في حاله الاتروفي، لو في اتروفي ماشي. وسكريتوري اوتيتس ميديا ده في الكومن كولد. طيب استرويدر، استرويدر ده هي غلط، لان استرويدر معناها تزييق، بيزيق كده اللي هو لا ثانيه كده، مش كده تزييق، مش عارفه، بس لما يكون في برونكايتس بيبقى فيه صوت تزييق كده، انما هو الصح لو كان قال بيعمل جالبنج، جالبنج اللي هي كاسبنج فور اير، بيحاول بيعمل كده يعني، دي صح، لو كان قال دي كانت ممكن تمشي، بس الريسبيراتوري ديستريس دي حاجه اساسيه، والجالبنج دي برضو موجوده عندنا في الكتاب. This pulvish pulsatable compressible mass which increase with straining. صراحة دي مش عارفة يعني، هي زرقاء وبلسيتنج و كومبريسبل ماس، ممكن اضغط عليها ماشي، و increase with straining، وهنا في المنطقة دي كده، يبقى دي في الغالب انسفالوسيل اللي هو كيس. طب لا ثانية، بس هي عموما شبه الميوكوسيل، وايه اقرب حاجة في الاختيارات للميوكوسيل؟ هي الانسفالوسيل، فدي اقرب حاجة فاخترتها بناء على كده، حتى شكلها هنا شبه الميوكوسيل قوي، بس اللي كانت بتطلع في الفرونتال كانت بتبقى هنا، والاثمويدال الاثمويدال كانت بتطلع هنا. نيشيلي بايلاترال دي لسه حلنا هناك، قلنا مبدئيا بنعالج، اول حاجه بنعملها لما بتكون عندنا حاله بايلاترال كوينال اتريزيا بنعالجها بماك جوفن نيبل. تروماتيك، a 4 year old child present with left offensive left offensive nasal discharge. offensive يعني ريحته مش لطيفه، وليفت يعني هو يوني لاترال، يوني لاترال، وهنا قلنا تشايلد، يوني لاترال وتشايلد مع ريحه وحشه، بتبقى فورين بودي، يعني الفورين بودي بيدخل جوه، ممكن فيجيتابل او حاجه تتعفن فتسبب ريحه وحشه، تبقى يوني لاترال. لو تشايلد او لو تشايلد
لو الحاجات دي موجوده اللي هو يونيلاترال اوفنسيف نيزل ديستشارج، في حاله لو تشايلد الاختيارات معايا تشايلد او منتالي ريتارتد ادلت، شخص كوال عقليه مش سليمه، يبقى ساعتها بختار فورين بادي. طيب لو ادلت بس يعني ادلت كوال عقليه سليمه، ساعتها بنختار اتروفي، اتروفيك راينايتس، بتبقى الاختيار اتروفيك راينايتس، لانه اكيد ما فيش شخص كبير عاقل هيدخل حاجه في مناخيره يعني بشكل طبيعي، بيبقى اتروفيك راينايتس. In a patient presenting to the emergency room with fractured nose وفي اديمه، fractured nose واديمه، يعني كون ان في اديمه معناه ان هو استنى شويه قبل ما جالي، ما جاليش على طول، ما جاليش اول ما الفراكتشرز حصل. فبنتعامل مع الاديمه ازاي؟ هو اول ما يجيلي على طول انا بروح بعمل ريدكشن، يعني دي في حاله لو جالي على طول، لو كان جالي على طول اول حاجه. طيب استنى ما الاديمه اتكونت وبعدين جالي، ساعتها بستنى 1 ويك، بقول له اتفضل روح وبعد اسبوع تعالالي تكون القديمه دي خفت، فانا شايفه مكان الكسر فاقدر اعمل ريدكشن. طيب لو اوريدي هو راح وما جاش بعد الاسبوع، قعد اكتر من الاسبوع، يعني ما جاليش بعد الاسبوع، جالي مثلا بعد اسبوعين ولا حاجه، ساعتها بتكون النوز لحمت، بس لحمت غلط. اسمها ايه؟ ان هي لحمت غلط يعني، فلما النوز بتلحم غلط، لا انا بضطر ان انا اكسر النوز دي تاني وبعد كده اعمل له عمليه تجميل في المناخير عشان اصلحها، بلحم العظم صح يخف واروح اعمل له عمليه تجميل عشان اصلح المناخير. القديمه بقى بنستنى اسبوع وبعد كده بنعمل بوست بون ريدكشن، بنرجع البون طبيعي بعد ما القديمه دي تخف بعد 1 ويك. دول دي استرنو سبتو راينو بلاستي، دي بنعملها في حاله لو اللي هو جه بعد اسبوع، يعني بعد اكتر من اسبوع. The triangular fracture of the middle third. دي انا مسكماها بطريقه كده، يعني ليا طريقه مسكماها فيها، انه انا قايله عندنا شنب، واحد رقم واحد عندنا شنب، واحد عنده شنب فبيروح لابس فوقيه كمامه او عايز يغطيه، فبيروح لابس فوقيه كمامه عشان يغطيه. دي اتنين بقى، الكمامة بتبقى من هنا، يروح لابس فوقيه كمامة عشان يغطيه، وفوق الكمامة بيروح لابس نضارة. دي تلاتة. ال واحد لو عندنا ده الفيس، ثانية واحدة هرسمه واجيلكم، اهو عنده شنب هنا، ده الفيرست فراكتشر، بلبس فوقيه كمامة عشان اغطيه، الكمامة بتغطي المناخير ولغاية تحت، بلبس فوقيه كمامة عشان اغطيه، وبعدين بروح لابسه فوق الكمامة نضارة. دي لو دي الاي اهي، اكبرها شويه عشان اعرف اسم الفراكشر، بلبس فوقيه نضاره عشان فوق الكمامه النضاره. المهم ان هو هنا فراكشر في الميدل ثيرد اوف ذا فيس، يعني في النص اللي في الفيس اهو، عندنا متقسم 1 ثيرد 2 ثيرد والنص والثيرد الثالث، يعني هو في الميدل ثيرد. الميدل ثيرد ده اللي فيه النوز ما بين الماكسيلري ساينس وما بين النيزل سيبتم، ما بين الماكسيلري ساينس والنيزل سيبتم، معناه ان هو هنا، يبقى الاثنين اللي هو الكمامه، الكمامه اهي ما بين السيبتم والماكسيلري هنا اهو. امسك كده كده، هي ممكن يعني لو هتلخبطكم فخلاص كل واحد يحفظها زي ما هو حفظها، بس انا عايز احفظها كده. عندي شنب بلبس فوقيه كمامه عشان اغطيه، وبعد كده بروح لابس فوق الكمامه نضاره. واحد اتنين تلاته بالترتيب، بشوف مكان الكسر فين واعرفه، شنب كمامة نضارة. Uro antral fistula may follow all of the following except، يعني كل دول بيبقوا الكوز بتاعتها، السبب ان هي تحصل ما عدا اول حاجة. احنا عندنا الاسباب هما ثلاثة، يا اما خاصة بالتيث، يا اما تروماتيك، يا اما انفلاماتوري، يا اما نيوبلاستيك. التروماتيك لإما حصل كسر من تحت يا إما من فوق. كسر من تحت، السنة عندنا ايه اللي قدام المجزلة ري بون،
الماكسيلري ساينسز عندنا حاجتين، يا اما السكند بري مولر يا اما الفيرست مولر. طيب ايه اللي من فوق بقى؟ انه حصل مشكله في الانتروم في الماكسيلري ساينس، بيحصل راديكال انتروم اوبريشن. راديكال انتروم اوبريشن انه هما زمان لما كان الكرونيك ماكسيلري ساينوسايتس ما كانتش بتتعالج، كانوا بيضطروا يدخلوا يعملوا راديكال كيمو راديكال ثيرابي عشان يعالجوها. طبعا ده غلط، وكان بيسبب تاكل في الانتروم من تحت، الماكسيلري يعني الروف فلور، الفلور بتاع الماكسيلري ساينس من تحت يفتح على البق فيعمل فيستيلا. يبقى دي معانا ودي معانا. الانفلاماتوري حاجتين، يا اما المجزيلري مشكله في المجزله، يا اما السيفلس. طبعا عارفين السيفلس، المشكله بقى في المجزله بيحصل اوستيومايلايتس، العظم بيفضل يتاكل بسبب الانفلاميشن بتاع المجزيلري بون يفتح على تحت. النيوبلاستيك معلش، نيوبلاستيك عندنا حاجتين، يا اما من تحت يا اما من فوق. من فوق المجزيلري، من تحت البليت. سقف الحلق لما يحصل فيه نيوبلاستيك كارسينوما سواء من تحت او من فوق بيعمل تاكل وبيعمل فيستيلا. يبقى دي ودي معانا. ادفانسد ماكسيلري كارسينوما، معانا الكارسينوما، قلنا عندنا اتنين نيوبلاستيك، المجزيلري والبلت كارسينوم، يبقى ملناش علاقه بدي. Which of the following nasal foreign body، عايزين foreign body بيعمل irritation وبيعمل inflammatory reaction. irritation اللي بيعمل irritation حاجة حية، يعني مش حية بس، مش حاجة جامدة، اللي هو vegetable. ال vegetable بيعمل irritation. مين هنا عندنا vegetable؟ ال bean، اللي هو ال beans الفول. البطن والبيد والبيد اللي هي الخرزة والبيس اوف بلاستيك، دول ممكن يعملوا رينو نطق ازاي، رينو ليس ليليات اللي هو الحصوة بتاع النيزل ستون، ثلاثة دول. لكن دي بتعمل اريتيشن، بتعمل انفلاماتوري رياكشن، ودي اللي بتسبب الريحة الوحشة مع الوقت. يعني طبعا ممكن يحصل نكروزز للسيلز مع دول ويتعمل ريحه وحشه، بس يعني الاساس اللي في الريحه الوحشه بتبقى حاجه فيجيتابل، حاجه ممكن تتحل تعمل ريحه وحشه. فراكتشر اوف ذا ميدل ثيرد اوف ذا فيس، ميدل ثيرد اوف ذا فيس، الوش اهو الحلو بتاعنا عندنا والبق. ذا ترانسفيرس ثرو ذا فلور اوف ذا ماكسيلري، هنا عندنا المجزيلري اهي هو بيمشي في الفلور في المجزيلري ساينس اند نيزل كافيتي. ده ايه؟ ده الشنب، يبقى رقم واحد. The fourth one fracture. طيب لو كان هنا معدي على المجزيلري والنيزل سيبتم، يبقى رقم اتنين. طيب لو كان هنا اصلا في الفيرست ثيرد اوف ذا فيس، لا يبقى ده رقم 3. Of the nasal foreign buds of the following may cause nasal septum perforation. Perforation يبقى يحصل chemical reaction. Chemical reaction أدى إلى تآكل النيزل septum. مين في دول ممكن يعمل chemical reaction؟ الباتري. الباتري فيها بتطلع شحنات كهربية، الشحنات الكهربية هتعمل chemical reaction في الجسم، هتعمل nasal septum perforation. ال vegetables بتعمل irritation. ال irritation بيعمل inflammation. ال metallic foreign body صراحة مش عارفة ممكن تعمل ايه، اعتقد ان هي برضو ممكن تعمل irritation، تعمل inflammation. الرينو ليث ده سبب ال precipitation. عندنا ال foreign body اهو حصل عليه blood clotting، او انه الميوكس اتكون عليه وبيجي فوقهم الكالسيوم سولز، بيعمل رينولايث اللي هي النيزل ستونز. انفلاماتوري انفيشن presenting with severe thrombic pain in the nasal vestibule.
severe thrombing pain in the nasal vestibule. ماشي. It's likely diagnosed as vestibulitis. لا vestibulitis inflammation ما يعملش throbbing pain. squeezing pus from the swelling is recommended. اصلا يعني vestibule يعني في ال dangerous area بتاعت ال face, فمستحيل ده forbidden, ما ينفعش تعمل كده اصلا. the causative organism is streptococcus hemolytics. مش عارفين. طب نشوف اخر واحدة. checking the blood sugar in recurrent cases is recommended. oh اللي بتعمل thrombing pain, severe thrombing pain, هي اسمها فرانكلوزس اللي هو inflammation في الهير follicles بتاعت السكن اللي هو عند الفيستبيول. السكن بتاع الهير follicles بتاعت السكن بتاعت الفيستبيول. ومعلومة لينا الكوزيتيف اورجانيزم هو الستيفالو كوكس اوروس. ستيفالو كوكس اوروس مش ستريبتو كوكس هيمليتكس. وفي حالة الريكيرنس ان هي بتيجي كتير او كده, بحتاج ان انا اعمل بلاد شوجر, عشان ممكن يكون احد اسبابها ان ممكن تيجي بسبب الناس اللي عندهم دايابيتس, فانا اتاكد ان الشخص ده مش مصاب بمرض السكر, لانه ممكن يكون السبب ان هي بتحصل ريكيرنس بتيجي كتير ان يكون اصلا مريض سكر وهو مش عارف او مش واخد باله. البوزيتيف اورجانيزم ان انفلونزا, معروفه انفلونزا فيروس A و B و C. راينو فيروس دي في الكومن كولد. هو الكومن كولد فيروسز كتيره, بس اشهرهم الراينو فيروس. الموست فريكوينت كوز اوف نيزل الرجي از موست فريكوينت, معناه ان هي حاجه بتحصل على طول. سينثيتك ماتيريالز, هي ممكن يجيلي منها الرجي بس مش هتعرض لها باستمرار, فلا مش موست فريكوينت. السموك برضه, انا ممكن في ناس مش بتدخن يوميا ومع ذلك عندها الرجي, فبرضه لا مش موست فريكوينت. الكلمه دي ما بحثت عنها, معناها القش, عشان مش عارفه انطقها صراحه. القش ده بيجي موسمي, في فتره حصاد الرز بيطلع القش بيعمل حساسيه, ففي حاجه موسميه. لا هاوس داست مايتس, كلنا قاعدين في البيت واكيد البيت في مكان ما فيه تراب بتعرض له باستمرار, موست فريكوينت. ذا برايمري تريتمنت اوف اكيوت ماكسيلاري ساينوسايتس از اكيوت ماكسيلاري ساينوسايتس. انا اول حاجه هي اكيوت, ماشي اكيوت مش كرونيك, فانا بجرب معاها الميديكال تريتمنت. والله الميديكال تريتمنت ما نجحش, ما بستخدمش السيرجيكال تريتمنت الا اما يكون تحول لكرونيك. اول ما يتحول لكرونيك كرونيك او حصل كومبليكيشن للاكيوت ماكسيلاري ساينوسايتس, ساعتها بستخدم السيرجيكال تريتمنت وبشيل لو اتكون بس جوه, لانه في حاله ان هو اتحول لكرونيك بيبقى في الغالب بيتكون بس جوه فبشيل البس ده. لكن في حاله الاكيوت انا ما بستخدمش غير ميديكال تريتمنت. هنختار الميديكال تريتمنت. The following statements are correct concerning lupus vulgaris. lupus vulgaris اللي هي تقريبا ده اللي بيعمل اللوبرسي. اللي بيعمل اللوبرسي مرض اللي هو اللي بيعمل اللوبس ده, اللوبس فاجيرس ده خدناه اللي هو في كرونيك سبيسيفيك راينايتس. كرونيك سبيسيفيك راينايتس, كرونيك سبيسيفيك راينايتس, كرونيك سبيسيفيك راينايتس. It's caused by attendance tubercle bacilli. مش عارف, هو اولا عايز اكسبت. reddish ulcerating nodules at the mucocutaneous junction are seen. في الكرونيك سبيسيفيك راينايتس بيبقى فيه ulcer شايفاها ما بين الميوكوكوتينيوس جانكشن, ما بين النيزل كافيتي والفيستيبيول بتاع النوز. perforation of the heart palate is characteristic sinus. مش عارف. perforation of cartilaginous part of the septum may occur. مش عارفه برضه.
tuberculum test is positive. بس انا عرفت ازاي ان دي صح وهي ودي، لاني هنا tuberculum bacilli، tuberculum bacilli، tuberculum bacilli، يبقى tuberculum test is positive. لو في tuberculum bacilli هو مستحيل يجيب لي اختيارين بيساووا بعض في نفس البتاع وقال لي اكسبت وما يبقوش صح، فالاتنين دول معانا صح. كده عندنا واحد من الثلاثة دول. اول حاجة ال perforation of the heart palate، ده في sinusitis، ال chronic sinusitis مش rhinitis، فدي معانا غلط. reddish ulcerating ودي قلنا صح، يبقى بقى دي هو ما بيعملش perforation لانه rhinitis ما بيعملش perforation. لا انا اسف، احنا قلنا دي غلط، يبقى هي هنختار دي. هو ما بيعملش perforation في الهارد بالت، انما الكارتليجينس بارت اوف سبتم اه بيعمل. ممكن السبيسيفيك الكرونيك يحصل لفتره طويله يؤدي الى انفلاميشن لفتره طويله يؤدي الى تاكل السبتم. One of the following statement is not correct concerning rhinoscleroma. rhinoscleroma نقرا الاختيارات. اول حاجه is the commonest specific infective granuloma in Egypt، صح. The disease is endemic in الأليوبية والشرقية. Biopsy is needed to confirm diagnosis. احنا لسه قلنا في سؤال قبل كده انه rhinoscleroma بنتلخبط ما بينها وما بين التيومرز، فاحنا بناخد عينة عشان نتأكد ان هي rhinoscleroma. بنشوف الحاجات الكاركترستيك ليها اللي هم راس البادي ومكليزكس، مكليزكس سيلز، دول حاجات كاركترستيك ليها يعني. بس الكاركترستيك ليها هي بالذات المكليزك سيلز، يعني اول ما بشوفها بتاكد ان هي رينسكليروما على طول. كوست اوف اورجانيزم از كليبسيلا اوزيني، لا كليبسيلا اوزيني دي بتاعه الاتروفيك ساينوسايتس، كليبسيلا اوزيني بتسبب الاتروفيك ساينوسايتس مش الرينسكليروما. الرينسكليروما الراينوسكليروما بتبقى بسبب حاجة اسمها فريتش باسيلاي، فريتش باسيلاي اللي هي عبارة عن جرام نيجاتيف دايبلو باسيلاي. السؤال بعدي بقى هيستو باثولوجيكال اكزامينيشن، the most diagnostic cells of rhinoscleroma. ايه الحاجة الكاركترستيك الخاصة بالراينوسكليروما مش بتشوفها في اي حاجة تانية؟ المكليزك سيلز، عشان هو هنا قال لي الموس دايجنوستيك فهي دي. طب لو قال لي الدايجنوستيك بس وكان جايب لي بي ان سي هختار بي ان سي. لو جاب لي دايجنوستيك وجاب لي الاثنين دول انا طول ما في اختيار واحد بس يبقى انا هختار دي، لكن لو قال لي الاثنين وما قالش كلمه موس ساعتها هختار الاثنين عادي. rhinoscleroma of the larynx mostly affects rhinoscleroma of the larynx. اولا احنا هنسكمها في السب جلوتايتس لان هي بتنزل لاخر بارت في اللارينكس، هي بتنزل تحت خالص في اللارينكس، اخر بارت في اللارينكس اللي هو السب جلوتايتس، اخر بارت في اللارينكس، فهي بتنزل في السب جلوتايتس. ده سؤال مش علينا فالمفروض ان احنا هنسكمه، يعني يبقى الرينوسكليروما خبيثه بتنزل لغايه تحت خالص في اللانكس، ما بتكتفيش ببدايه اللانكس ولا نصها، لا بتنزل لغايه الاخر اللي هي السب جلوتايتس، بتعمل سب جلوتايتس. سب جلوتس. All of the following lines of treatment could be applied in rhinoscleroma. rhinoscleroma كنا بنعالجها، اولا rhinoscleroma بتعمل فايبروزس، بتهيل باي فايبروزس، بتعمل اكسسيف فايبروزس. انا هشيل الفايبروزس ده هشيله ازاي؟ يا اما هعمل الفايبروزس ده طبعا قفل القناه بتاعت المناخير فانا هفتحها هعمل كانالايزيشن، او هشيلها بالليزر سيرجري. هي بشيلها هي والماس، يعني بشيل الفايبروزس والماس في الليزر، بشيل الفايبروزس والماس، انما هنا انا بشيل الفايبروزس بفتح القناه اللي اتقفلت بسبب الماس بس. رينفامبسين بدي انتي بايوتيك عشان ممكن يحصل سكندري ميكروبال بكتيريال انفكشن، فبدي رافامبسين اللي هو عباره عن انتي بايوتيك. يبقى الحاجه اللي ما بديهاش سايتوتوكسيك دراكس، لاني الاورجانيزم المسبب اللي هو الفريستش باسيلاي ملوش دراج، فانا مش بدي سايتوتوكسيك دراج.
apply jelly nodules apple jelly nodules the needle mucosa is clinical finding in. هنسكمها كده، هي هتبقى lupus vulgaris. اللوبس فالجيرمس، فانا هسكمها كده، انا بحلي بتفاح وحدق بلب لب وتفاح، فانا بحلي بجيلي تفاح وبحدق بلب، يبقى اللوبس فالجيرمس بتعمل ابل جيلي نوديولز. The organism involved in pathogenesis of atrophic rhinitis. Atrophic rhinitis. ايه الاورجانيزم بتاعها؟ الاوزيني. حتى ما قلنا قلنا اوزيني معناها ريحة وحشة. Bad odor. فهي الاتروفيك rhinitis عشان هي dead cells فبتعمل ريحة وحشة. بقى الاتنين دول مع بعض. In atrophic rhinitis, all of the following signs and seen. Atrophic rhinitis. Atrophic في dead cells. خلايا النوز ماتت فعملت مساحة كبيرة. ماشي؟ و dead cells معناها ان حصل atrophy. Atrophy في الميكوزا. و dead cell اما ماتت وحصل atrophy في الميكوزا عملت greenish offensive crust. لان هي bacterial infection. Bacteria. فالبكتيريا بتعمل greenish color، انما اللي بيعمل blackish color ده الفنجل. فهي هنا bacterial فهتعمل greenish offensive crust. هي عشان موتت الميكوزا وموتت الجلانس برضو سيلز، فالمناخير بقت ناشفة فحصل كون قشرة crust، والcrust دي بيبقى فيه ريحة وحشة، بتبقى ريحتها وحشة قوي عشان فيه dead cells وبتبقى لونها اخضر. Tuberculosis affects which part of the nasal سبتم. التيبركلوزس التي بي احنا كنا واخدينها سنه اولى تقريبا في الباثولوجي، في الجنرال باثولوجي كنا واخدين ان التي بي ده ميكروبال ضعيف، ما عيل توتو كده ما بيعملش حاجه، هو بيدخل بيستفز جهاز المناعه، جهاز المناعه هو اللي بيأثر، فهو معناه ان هو ما بيقدرش يعمل حاجه بنفسه، فضعيف يبقى ما يقدرش على البون، يجي يكسر البون يقول له مش يلا بعيده ما تقدرش عليا، فهو بيتشطر على الكارتليج، بيتشطر على الكارتش عشان هو ضعيف، هو بيعمل بيأثر على الكارتليجينوس بارت بتاع النيزل سيبتم. ان تينيجر بريزنت، هنا تينيجر يعني طفل حد صغير، بريزنت وذ يونيلاترال نيزل اوبستراكشن وذ سنجل بيل كريش كليستنج سوفت بيدنكليتد ماس، يعني في بيدنكليتد ماس يعني ليها رقبه، يعني هي بولب. ماشي؟ يعني هي مش نيزو فارينجيال انجيو فايبروما. سنجل وجريش وجلستنج، دي كاركترستيك بتاعه الانترو كونيكال بولب، وبرده بتاعه ال بس هنا سنجل، هنا عشان سنجل في انترو كوينال بوليب، انما الاثمويدال بوليب بتبقى دبل يعني اتنين تو مش واحده. الانترو كوينال بتيجي في الاطفال، والاطفال دول بيبقوا سنجل عشان كده بتبقى هي يوني لاترال، انما الاثمويدال بوليب بتيجي في الكبار، فبالتالي بتبقى الاطفال الكبار دول بيبقى باي لاترال، بيبقوا اتنين بتبقى دبل. السيفلس، احنا عارفين ان السيفلس مرض خطير قوي، فهو بيقدر على الاثنين، البوني بيقدر على البون، هيأثر على البوني سيبتال، هيعمل بوني سيبتال بروفنيشن والبلد بروفنيشن، هيعمل الاثنين، وهيعمل سد النوزل ديفورماتي. لما يأثر على السيبتم هيعمل سد النوزل ديفورماتي، يعني المناخير بقت شبه حدة الحصان كده، يعني هي نازله كده ندخل كده وبعدين كده، في هنا حته داخله لجوه كده. criteria of early congenital syphilis، قلنا السيفلس قوي بس هو بيعمل perforation، اكيد مش اول ما يدخل، مهما كان قوي اكيد مش اول ما يدخل هيعمل perforation على طول، فهو perforation دي بتبقى في late stage.
فهنا perforation of the nasal septum لا مش معانا. Notching of the upper central incisors with keratitis مش عارفة، بس لما بحثت لقيت ان هو بيعمل ده resistant rhinorrhea vestibulitis with fissuring of the upper lip. ال upper lip بتبقى مفتوحة على ال تبقى كده يعني، المناخير اهي وال upper lip مفتوحة معاها، وبعدين في هنا الخط وفي اللي بتبقى مفتوحة كده، فهو بيعمل رينوريا لان هو مهما كان هو كرونيك انفلاميشن. كرونيك انفلاميشن بيعمل ايه؟ بيعمل رينوريا وفيستبيلايتس. انما دي بقى دي زيادة اللي بتاعته هو. uncontrolled diabetic patient، هو uncontrolled diabetic patient ماشي، was diagnosed as having acute sinusitis زي الفل. his general conditions اتطورت بسرعة، اتطورت بسرعة ماشي. والنيزل examination revealed blackish crust. blackish crust blackish يعني فنجل، يبقى اي حاجة هنا فيهاش فنجل نستبعد. فنجل يبقى دي مش معانا. طيب هو اتطورت بسرعة، هل الكرونيك بيتطور بسرعة؟ لا الاكيوت بس، لان هو قال لي اكيوت sinusitis يعني مع ان هو اصلا inflammation، فاكيد مش هختار allergic فنجل sinusitis. انا سكنتها كده، انا عارفه ان ممكن اقول اللي انا بقوله ده مش صح تمام، بس هي بتتسكن كده بسرعه فهو اكيوت. بلاكش فهو فنجل، ساينوسايتس انفلاميشن يبقى هنختار برضو يا ربي انا اكيوت في المنتجين، هي دي عشان مش هتبقى كرونيك. ابيشن بريزنتد وذ بايلاترال نيزل اوبستراكشن افتر نيزل تروما، حصل له بايلاترال nasal obstruction بعد trauma. The patient temperature is 38 ماشي، في throbbing nasal pain. Bilateral nasal obstruction بعد trauma فده هيبقى septal في مشكلة في السبتم. Bronchiolitis مش بتبقى بعد trauma، ممكن يحصل هيماتوما او abscess بعد التروما على حسب. لو هيماتوما بيبقى نو فيفر، اصله دي هنا 38 حرارة الجسم طبيعي 37، يبقى هنا مايلد فيفر، في فيفر. الهيماتوما هو تجمع دموي، تجمع دموي مش هيسبب حرارة، انما الابسس الباس هو اللي هيسبب ارتفاع في درجة الحرارة، تبقى سبت الابسس. A 25-year-old patient with fever، عنده فيفر، عنده mucopurulent nasal discharge وبين over the cheeks، بين over the cheeks fever معناه ان هي acute مش chronic. الكرونيك بيبقى مفيش fever، اللي هي الجنرال manifestation، الاعراض اللي هي الفيفر والبين والهدك والحاجات دي بتبقى في الacute مش في الكرونيك، بتبقى absent في الكرونيك ماشي. mucopurulent nasal discharge purulent يعني معناه انه في obstruction او inflammation. طيب هنا بيقول لي over the cheeks، cheeks يعني maxillary، يبقى هنا frontal اكيد مش frontal واكيد مش ethmoidal، هي maxillary. واحنا قلنا هنا تبقى acute مش chronic، يبقى acute maxillary sinusitis. An atopic 35 years old patient presented with unilateral nasal obstruction. Unilateral examination revealed unilateral multiple nasal and multiple unilateral nasal polyp. CT can reveal the unilateral sinus opacity with hyperdense spots. في hyperdense في أجزاء كده باينة إن هي hyperdense مكلكعة قوي ماشي، ويونيلاترال ساينس اوباستي. الدياجنوز هيبقى اليرجيك فانجل ساينسايتس، هسكنها كتير يبقى الفانجاي، انتوا عارفين قدرة الفطر على التكاثر سريع فيبقى فانجاي ماشي، عشان هو كتير
وفي هايبرتنس بيبقى نقط باينة هايبرتنس كده. انا قلت هايبرتنس حاجة سميكة، حاجة باينة ان هي اسمها ايه، حاجة شفافة او حاجة وضوحها مش عالي يعني، دي كده مثلا، و ده في هايبرتنس، في كثافة عالية. فكثافة عالية مع ان الكثافة العالية لما الحاجة بتغمق بتبان، لما الحاجة بتبقى كثافتها عالية بتبان اغمق. فنعتبر ان هايبرتنس ده معناه ان هو بلاك، فهو بيقول لي بلاك يبقى فانجل. طيب وليه قلنا ان هي، ليه ما قلناش ان هي ساينوسايتس؟ عشان هنا يوني لاترال نيزل اوبستراكشن. الساينوسايتس مش يوني لاترال انما باي لاترال، فمش هو دي اليرجيك، هي تبقى اليرجيك. نعرف ان الالرجي المفروض تبقى في الناحيتين، استكموها انه هايبرتنس في الالرجي مع مالتيبل نيزل بوليب، مع مالتيبل بوليب يبقى الرجيك. لان الساينوسايتس ما بيعملش بوليب، هو هنا في بوليب، بوليباي في بوليبس كتير، يبقى الرجيك. لان الساينوسايتس اللي هو الاكيوت ساينوسايتس او الكرونيك ساينوسايتس مش بيعمل بوليب. التيومرز، a 40-year-old man presented with left nasal obstruction. left nasal obstruction يعني unilateral and fleshy reddish nasal mass. في fleshy reddish nasal mass. there's a history of recurrence after previous surgery. في recurrence. تمام. it's likely diagnosed nasopharyngeal angiofibroma. مش عارفة. ماشي. inverted papilloma is suspected. الانفيرتد بابلوما بتبقى شخص اكبر من 40 سنة، وانا قلت هنا ان هو عنده 40 سنة. بس نكمل برضو. allergic nasal polyp polypoi is a possible diagnosis. allergic nasal polypoi. allergic دي بتبقى انتروكوينا، بيبقى سببها الانتروكوينا. لا ما انتروكوينا كوينال ماشي بوليب، ودي بتبقى باي لاترال مش يوني لاترال. فهنا قال لي ان هو يوني لاترال فتبقى لا، وقلنا دي لا يبقى هتبقى دي suspected. انا مش متاكده ان ما عنديش هنا ادله كافيه، ده غير ان انفيرتد بابلوما بتبقى عندها هايلي ريكيرنس ريت، هايلي ريكيرنس. فانا suspected، ما قاليش ان هو اكيد ان هو ده الدايجنوزس. انا ما اعرفش، ما عنديش ادله كافيه تبين ان هو. وبعدين فليشي ريدش، فليشي اصلا دي كلمه بتاعه الانفيرتد بابلوما، يعني في حاجات كتير بتقول اني انفيرتد بابلوما. جونيفيل جوفينايل نيزوفارينجيال انجيوفايبروما اكسبت، فيها كل ده ما عدا جونيفايل جوفينايل. يعني جوفينايل معناه كلمه طفل، هما بتيجي في الاطفال مش ادلتس، هما مش ادلتس ماشي. affected teenagers مش teenagers، يعتبروا اطفال فماشي ماشيها دلوقتي. causes nasal obstruction الانجيوفايبروما هتقفل تعمل nasal obstruction. very vascular tumor affected only females. لا من رحمة ربنا علينا ان معظم التيومرز اصلا بتيجي في الميلز مش في الفيميلز، ما عدا القليل يعني، بس المعظم في الميلز. فما يقولك only females دي لا، ما عدا البريست يعني بريست كانسر والحاجات دي بتيجي في الميلز برضه بس rarely. لكن لما يقولك only females غلط، ميلز. واصلا احنا واخدينها انه النيزوفارينجيال انجيوفايبروما بتيجي في الادلت ميلز، فازاي only females؟ غلط اكيد. The commonest benign tumor of the paranasal sinuses is دي هتبقى اوستيوما. عشان inverted papilloma ما قاليش حاجة عن هي الكومونست ماشي، والنيزوفارينجيال انجيوفايبروما ما عرفش عنها حاجة، none of the above مش عارفة، بس هي هتبقى اوستيوما ماشي. وهنحفظها كده ان اوستيوما كلامها حروفها قليلة، كلمة صغيرة، كلمة صغيرة. ودايما الحاجة اللي بتبقى اخف بتبقى هي الكومنست، عشان ده طبعا من رحمة ربنا يعني، الحاجة الاخف تبقى الكومنست، فهي عشان كلمة صغيرة صغنونة كده فهي الكومنست. benign tumor benign.
النيزوفارينجيال انجيو فايبروما اصلا مالجننت، فلا. وهنا اوما يعني بيناين، عشان هتاكد هو بيناين بس اجريسيف. حاجه اجريسيف يبقى مش هتبقى مش هتبقى الكومنست. معلش الدي بيناين، بيناين اجريسيف شديده. All of the following are tumors of the nose. Inverted papilloma, oh, the benign tumor. Bleeding polyp of the septum. Bleeding polyp. مش عارفين. Botus puffy tumor. Oh, لا دي هتبقى هي دي الاختيار. لسبب ان Botus puffy tumor هي اسمها puffy tumor بس هي osteomyelitis. Osteomyelitis. دي inflammation. مش tumor. تبقى الاختيار هيبقى بوتس بافي تيومر. واخر حاجه استيوما، استيوما اكيد 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 تيومر. انا لسه على نفس اللفه. انا 45 years old female، female و 45 years present with pulsating tinnitus red mass behind the drum. Red mass behind the drum. All of the following are true except. ماشي. The glomus tumor is a possible diagnosis. معرفش. More assessment is needed by CT scan or MRI. ده أكيد. أنا دايما بحتاج إن أنا أعمل CT أو MRI إلا لو كانت الحاجة واضحة شبه البوليبس مثلا. MRI angiography confirms the diagnosis. All MRI diamond confirms the diagnosis here with CT. Biopsy is essential to verify the pathological nature. هي تبقى دي. ليه بقى؟ مش عارفة احنا نحفظها ان هو already في red mass behind the drum. ماشي وبالسيتنج تيتانس يبقى ده تيومر. تيومر يبقى انا مش محتاجه اعمل بايوبسي عشان اتاكد ان هو تيومر. كاكوزميا مينز، كاكوزميا معناه انه في تعفن حصل في النيزل كافيتي، في سواء بقى كان فورين بادي او اتروفي مسبب ريحه وحشه انا مش شمها بس اللي حواليا شمنها، يبقى هتبقى سميلينج باد odor due to presence of noxious substance in nose. في حاجه في المناخير مش حلوه، كريهه الرائحه، كريهه الرائحه موجوده في المناخير فمسببه bad smell. non existing دي اللي هي اللي بعدها اللي هي باروزميا. باروزميا دي انا بشم حاجه مش موجوده عشان انا عندي مشكله نفسيه، بتبقى psychological. complete loss of smell معناها انوزميا. dimension تعالوا نكتبهم. انوزميا هاي بوم هاي هاي بي... يا رب اكون بكتبها صح. هاي بوميا، هاي بوميا انه السميل السميل بتاعتي قلت، السميل فانكشن قلت. دي اللي هي كاكوزميا ودي باروزميا ان انا مش شم ريحه مش موجوده اصلا. Barosmia means smelling of bad odor due to the presence of لأ smelling non-existing odor. عشان انا عندي مشكلة نفسية. cerebrospinal rhinorrhea اللي هو CSF rhinorrhea. CSF rhinorrhea all of the following except. فيها كل ده ما عدا تبقى watery. CSF بيبقى watery و colorless و salty، يبقى watery و salty. doesn't stiffen the hand اللي هي المنديل. عشان هي حاجه ووتري مش ميوكد، لا هي ووتري فمش هتنشف المنديل، مش زي ما يكون عندي برد كده. increased on straining. انا لما بحزق straining معناها حزم، بتحزق قوي الانتركرينال بريشر بيزيد فبيزود الرينوريا. سيس افرينوريا باي لاترال لا، ودي من نعمه ربنا علينا عشان هي لو كانت باي هي يوني لاترال، هي لو كانت باي لاترال السيس اف بتاعنا هيتصفى والانسان هيموت، ممكن ما يتلحقش يعني. The following are causes of unilateral offensive discharge.
يونيلاترال اوفنسيف. اوفنسيف يعني ريحه وحشه. ريحه ايه اليونيلاترال بيعمل ريحه وحشه؟ النيزل فورين بودي. فورين بودي النيزل الرجي ما بتعملش اوفنسيف سميل. الرجيك فانجل. فانجل بتعمل ريحه وحشه بس مش يونيلاترال. A 3-year-old male child. 3-year-old male child. Child. ماشي. With recurrence epitaxis. عنده epitaxis بتحصل باستمرار. و subcutaneous hematoma. عنده تجمع دموي تحت الجلد. وال joints بتاعته حصل لها swallow. بعد ما اتخبط خبطة بس خبطة خفيفة زي ما بتعمل ايدك مثلا كده وتروح خبطها في الترابيزة. فعنده ايه؟ عنده سيوله في الدم. اي خبطه بسيطه بتعمل سولو جوينتس بتكون دم كتير وكده وعنده تجمع دموي تحت الجلد يبقى ده هيموفيليا اللي هو سيوله الدم. عنده سيوله في الدم. سيوله في الدم بتخلي دايما في ابيستاكسس الشعيرات الدمويه المناخير بتجيب دم على طول بسبب ان هو عنده سيوله. الشعيرات الدمويه بتبقى ضعيفه. ان هيدك فورم ساينوسايتس all of the following are true except في الهيدك سينوسايتس usually due to acute infection. شوف اللي بعدها it's worse in late after. احنا قلنا في الاكيوت تبقى فيه هيدك بس في الكرونيك ما بيبقاش. بتبقى الجنرال مانيفستيشن دي بتبقى absent. worse in the late afternoon and evening. ما نعرفش نبص على اللي بعدها. it's aggravated by stopping. stopping يعني leaning forward بيوطي لقدام. و aggravated يعني بتزيد. بتزيد من بطي قدام. مش الشخص اللي عنده برد حتى ما يكون عندك برد يعني مش وضع برد وتوطي لقدام كده بتحس ان راسك بتقع معاك. فالناس اللي عندها الجيوب الانفيه لما بتوطي الصداع بيزيد قوي. not well localized in chronic sinusitis. عشان لما بيكون عندي كرونيك المرض بقاله فتره طويله انا ما ببقاش اما اروح للدكتور اقول له دماغي وجعاني يقول لي فين اقول له مش عارف هي دماغي وجعاني مش قادرة احدد المكان بالظبط اللي موجود فيه الصداع الوجع. it's occipital in syphonitis. occipital in syphonitis. اللي هو في السفويدال ساينسز. السفويدال ساينسز بتحصلها انفلاميشن بيبقى فيه صداع لانها ساينسايتس. يبقى الحاجة الوحيدة اللي مش معانا مين؟ it's worse in the late afternoon and evening. اللي كده فعلا اللي الصداع بيزيد معاه بالليل بيبقى الناس اللي نظرهم ضعيف بيجهدوا عينيهم طول النهار فلما بيجوا بالليل الصداع بيزيد قوي. انما الناس اللي عندها مشاكل في السينوسايتس عندها سينوسايتس دي بتيجي بالليل بتبقى كويسه لانها نايمه ومريحه فما فيش اي حاجه ماشيه مفيش اي تعب مفيش ارهاق. لكن لما بتيجي الصبح وبتبدا تتحرك بقى وتعمل مجهود تتحرك عكس الجاذبيه فالقلب يضخ الدم عكس الجاذبيه ده بيسبب زياده في الصداع. فهي بتبقى الصبح مورنينج مش افترنون. all of the following are characteristic of renolilia closa. renolilia closa اللي هو عند الممثل انا مش عارفة اسمه بس الدكتور كان قال لنا الفيلم بتاعه. ثانية واحدة هوريكم صورته اللي هو ده طاهر ابو ليلى. بصوا لو لاحظتوا مناخيره كبيرة مناخيره عريضة بسبب انه حصل له اتروفي. كان حصل له اتروفي في مناخيره اتولد بيه او يعني كان كونجنتال او حصل له لما كبر حصل اتروفي فالمناخير اتوسعت قوي بقت رومي اتوسعت قوي. فبالتالي الهواء اما بدل احنا بنيجي نتكلم الهواء بيخرج من البق والمناخير بس بيخرج من البق اكتر من المناخير. لكن اما الاشخاص دول عندهم الهواء بيخرج من مناخيرهم اكتر من بقهم بييجوا يتكلموا عشان كده بييجوا ينطقوا حروف زي السي والاي السي وحرف كمان السي الام والان. معلش الام والان بينطقوهم بي بينطقوا الام والان بينطقوهم بي. وبرده في نفس الوقت انه عندهم الكليفت بالات بيبقى كان بيتولدوا بيبقى الكليفت بالات فاتح على المناخير بعد كده بيعملوا عمليه جراحيه عمليه تجميليه عشان يعدلوا الموضوع كده. المهم انه بتبقى
زيادة قوي في الـ في الـ في النيزل اير فلو، ده اللي بيسبب الموضوع. نتيجة ان obstruction حصل او congenital، ممكن obstruction حصل ادى الى حصول اتروفي في النيزل كافيتي، في الميكوزا بتاع النيزل كافيتي، فكلها اتدمرت فبقت المناخير واسعة قوي. يبقى هنا it's caused by bilateral nasal obstruction او bilateral nasal obstruction بيؤدي الى اتروفي. الاتروفي بيخلي المناخير واسعة، بتوسع تبقى رومي، نيزل كافيتي بيبقى رومي. there is decreased nasal resonance. resonance يعني مش عارفة معناها بالعربي، بس انه زي ما بقول انه الصوت لما بيجي يخرج من الرئة بيعدي على البق بعدين يكمل في المناخير، بيخرج من الاثنين، بس الدكتور كان قال ان هو بيخرج من بقنا اكتر. حتى جربوا تتكلموا كده وحطوا ايديكوا قدام مناخيركم وبقكم، هتلاقوا البق هو اللي بيطلع الهواء مش المناخير. الناس دي بقى عندها المناخير بتبقى واسعة قوي، تبقى كده، المساحة الكبيرة دي بيخلي الهواء من بيجوا يتكلموا يخرج من مناخيرهم اكتر من بقهم، فتلاقي الحروف، مخارج الحروف عندهم مش مظبطة. النيزل كافيتي بيبقى رومي قوي بس، فبينطقوا حروف شبه الام والان بينطقوها بيه، فدي صح ودي صح، لان الريزونانس، الريزونانس معناه ان الهواء بيخرج من البق اكتر، فلما يقل الريزونانس معناه ان الهواء بيخرج من المناخير اكتر، معناه انه عنده رينال ليال كلوزا. manifestation of cleft palate، احنا ما جبناش سيره cleft palate في الموضوع خالص، فلا يبقى هو ده ملوش علاقه بالcleft palate. كسل باتشز بليسز اللي هي littlest area، احنا قلنا هي اكتر حاجة بتسبب الابستاكسس، والبرسنج النسبة بتاعتها المئوية بتبقى 90%، هي اكتر حاجة، والباقي 20% bilateral nasal obstruction. bilateral obstruction في شخص عنده 40 سنة caused by bilateral obstruction. ال posterior cranial atresia هي بتبقى في ال children مش في شخص عنده 40 سنة، فلا bilateral nasal polyp، ال polyp بتعمل obstruction وهي bilateral، ف بس. وبعدين bilateral nasal polyp بتبقى اسمها ايه، anthroquinal دي بتبقى في ال adults، فهي لغاية دلوقتي زي الفل. نيزو فارينجيال انجيو فايبروما، والله ما اعرفش حاجه عن نيزو فارينجيال انجيو فايبروما. الفورين بودي بتبقى يوني لاترال مش باي لاترال، الوحيده اللي انا عارفاها ومتاكده منها هي دي، لو كانت دي غلط كنا نختار دي، بس الانجيو فايبروما لا مش هي. ان بيشنت بريزنتنج وذ رايت ووتري كلير ستشارج انكريزد وذ سترينينج. right معناه ان هو unilateral لانه في ناحيه واحده في ناحيه اليمين، watery و clear نزل شر و increased with the straining the CSF رينو ريا. دي صح suspected اللي هو CSF رينو ريا suspected صح. CT scan with intrathecal dye injection is necessary. انا بحقن، باجي تحت عند الفقرات شاكرا كام وبنحقن صبغه، ما بنحقن الصبغه دي بتطلع مع السي اس اف، وبنيجي نعمل اما بينزل الديستشارج ده من مناخيره بيبقى ملون بالصبغه اللي احنا عملناها دي، وفي نفس الوقت احنا بنحتاج نعمل سي تي عشان نتاكد. باي كيميكال اناليسيس اوف ذا نيزل ديستشارج شود بي دون، عشان اشوف ايه الديستشارج ده، وهنا اكسبت عشان مش فاكرة قلتها ولا لأ. nasal drops and backing are helpful to the patient. لأ أنا مش محتاجة أعمل nasal drop backing، أنا هعمل كده في حالة الـ epistaxis مش CSF rhinorrhea. تمام، نكمل على اللي بعديها. patient should avoid nose blowing and leaning. عشان هو لو أولا لو وطى هيزيد الـ discharge، هيزيد خروجه، وفي نفس الوقت لو نفخ قوي ممكن يزود خروجه، وممكن برضو هو بينفخ قوي يخرج بكتيريا، يدخل بكتيريا من المناخير يطلعها على البرين، يعمل cranial complications زي brain abscess meningitis والحاجات دي. ان
90 an 80 years old female. يعني معناه ان هي شخص صغير female. ماشي. عندها نزمي، عندها فقد حاسة الشم تماما، وعندها crusty nose. ماشي. her mother described فيها bad odor of her daughter's nose. bad odor في ريحة وحشة، وفقد حاسة الشم، وعندها crusty nose. crusty يعني نشفت المناخير، نشفت وفقدت حاسة شمها، يعني حصل اتروفي. اتروفي للأولفاكتوري ميكوزا، وفي ريحه وحشه على ان هي اتروفي. وبعدين هنا هي شخص كبير مش تشايلد، فما ينفعش فورين بادي. فورين بادي في التشيلدرن المينتالي ريتريتد ادلتس. هنا نختار اتروفيك رينيتس عشان حصل اتروفي وكراستي نوز وفي ريحه وحشه. بيشنت وذ ابيستاكسيس شوينج ا بليدنج بوينت، عندهم bleeding point في little area، في bleeding وفي bleeding point، يعني bleeding مش كتير. is best managed by كوتري، بنكوي. افضل حاجة نعملها ان احنا نكوي المكان ده عشان نوقف النزيف. and a teenager male with recurrent severe left epistaxis، عنده recurrent left epistaxis يعني يوني لاترال. والابستاكسس بيعمل شحبان بيلر. and conductive deafness، عنده conductive deafness بتاع الليفت اير. you should suspect. تمام. الانتروكوينال بوليب ما خدناش ان هي بتعمل حاجه خالص في الكوندكت، ما بتعملش deafness، ما خدناش ان هي بتعمل deafness. في نفس الوقت السبتال هيمانجيوما، ده سبتال هيمانجيوما ما نعرفش عنها حاجه. انفيرتد بابيلوما ما بتعملش ديفنس. سبتال حاجه في السبتم اللي يوديها على الاير تعمل كوندكتيف ديفنس، مش هي. يبقى الحاجه اللي عندنا النيزوفارينجيال انجيوفايبروما، دي اللي هتبقى الاختيار، كوندكتيف ديفنس مع النيزوفارينجيال انجيوفايبروما. the incidence of septal perforation، septal perforation less common في septoplasty than submucous resection. بدل ما بعمل resection العظمة هي لو معوجة بدخل حاجة وارجعها طبيعية، ولا عملية تجميل. عملية تجميل طبعا اقل، لاني مش ممكن وانا بعدل العظمة بعمل resection اضغط جامد اروح عاملة deformity، او لاني انا اولا بشتغل من ناحيتين، ثانيا ممكن اعور وانا بضغط جامد اعمل deformity واعور المناخير اصلا. ثانية واحدة، ام سوري، كنت اكتشفت ان انا مكنتش بصور. ماشي. كنا بنقول ايه بقى؟ ان الانسيدنس اوف septal hematoma is less common in septoplasty. لا، السبتوبلاستي ممكن اعمل سبتال هيماتوما، اني انا بفتح بستخد جلد وبشيل وبعمل، مش ده السبب اللي بيخليها افضل من السبكوتينيوس ريسكشن. طيب اللي بعديها، ديسكشن اوف ذا سبتم از ميد ان وان سايد. السبتوبلاستي لما بعمل ما بدخل بشوف ايه اني سايد، يعني مثلا السبتم اهو، بشوف السايد ده اللي فيه الديفكت، فبروح معدلاه ومخليها كده طبيعي، بشتغل على وان سايد بعدله. انما السب ميوكس ريسكشن بشتغل على تو سايدز. السبتال كارتليج از ريمولدد اند ليفت ان بليس. انا بعدلها، ريمولدد بعدلها واسيبها مكانها، مش بضغط وبعدين موال كده بيحصل، لا انا بتبقى اسهل، يعني هي اسهل وما بتعملش بيرفوريشن، اني بشتغل على وان سايد وبسيبها في مكان، يعني مش بقعد اضغط عليها وبعدين اثبتها واحط نيزل باك تقريبا. هو ده السبب. هيبقى بي اند سي ار ترو. بص، بي اند سي ار ترو. the commonest cause of septal perforation is septal perforation. commonest اشهر حاجه بتحصل. السبتال ابسس مش بيحصل عند كل الناس، اللوبس فالرجيس مش عارفين. septal operation في ناس كتيره قوي بتعمل عمليات في المناخير،
في السبت يعني في السبتم. فانا بعمل العمليه دي ممكن اعمل بريفريشن هابيتوال نوز بيكنج، ما بدخل حاجه في المناخير من ناحيتين، هل كده ممكن اعمل سبت بريفريشن؟ لا. يبقى اشهر حاجه ممكن، بس مش دايما يعني، حسب الدكتور. لكن سبت الاوبريشنز بيبقى في اشهر حاجه ممكن تعمل سبت بريفريشن. all of the following compress هاتشينوز تريت، بص بحثت عنها، هاتشينسون ستريت، احنا بناخد ال اتش اي ان اس، اتش اي ان اس هي اتش اي ان اس، ال اتش معناها هاتشينسون ستيس، هاتشينسون ستيس، التيث بتبقى مدببة كده، دي القواطع الأمامية، القواطع بتبقى بالمنظر ده، شكلها مش طبيعي، والسنان من تحت بتبقى عاملة كده، تحسها سنان أكيد لحوم البشر اللي بتيجي في الأفلام دي. والله مش قصدي التريق، بس فعلا أنا لما شفت الصورة حسيتها كده قوي. فبيبقى في نوتشنج، في نوتش في السنان، القواطع الأمامية الأساسية، انسيزر يعني قواطع، بتبقى في الابر سنترال انسيزر، اي ان معناها في انترستيشال، انترستيشال كيراتايتس، بيبقى في انترستيشال كيراتايتس، بيبقى في ميه بيضاء على العين، بيبقى في انترستيشال كيراتايتس اي ان. الاس دي في ديفنس، في سنسوري نيورال ديفنس، سنسوري نيورال ديفرنس ديفنس. يبقى عندنا نوتشنج اوف ذا ابر سنترال انسيزر صح، انترستيشال كيراتايتس سبت ديفريشن، ما قلناش حاجه زي دي خالص. نكمل، سنسوري نيورال هيرينج لوس ديفنس دي معانا. All of the following statements are correct concerning septal perforation. Septal perforation هو لو حصل في perforation في السبتم، هي مش هتأثر يعني، مش هحس بوجع، مش هيبقى في حاجة أساسية. ف asymptomatic commonly asymptomatic epistaxis may occur on separation of crustes. لو في septal perforation بسبب مثلا وان تبقى اصلا تبقى سيمتوماتيك بيستكس مي اوكير اون سيبريشن اوف كراستس، ممكن تكون قشره بشيلها، ممكن يحصل ابستاكسس. ذا كومنست كوز از هابيتال نوز بيكينج، لا دي غلط، احنا قلنا الكومنست كوز از اوبريشنز، ان انا بعمل عمليه والدكتور بيعمل عمليه راح خرم السبتم، النوز سبتم. Surgical closure is not successful in most cases. عشان كده بيؤدي الى perforation، ما بقدرش اقفلها كويس. The most common site of origin of allergic nasal polyp. Most common site هي الاثمويدال، الاثمويدال sinuses، ودي عندنا في الكتاب، يليها الانتروكوينال polyp. الانتروكوينال اللي هي الماكسيلري. To define the offending allergen in allergic، define اعرف الالرجي، انا عندي حساسيه، define الالرجن، اشوف ايه بسبب اللي بيسبب لي الحساسيه ده، ايه اتعرف عليه. An allergic rhinitis the following is done. والله احنا عندنا عشان اتاكد عشان اول حاجه بشوف انا عندي حساسيه ولا لا، فبتأكد بعمل examination microscopic examination nasal smear، بعمل microscopic smear عشان اشوف الـ هي هل دي حساسية ولا دي ايه بالظبط. او ممكن ان انا اعمل blood examination للـ IgE، الـ IgE ده بتاع الحساسية، الـ antibody بتاع الحساسية، فانا هتأكد منه عشان اتأكد ان دي حساسية، انا لسه معرفش التايب اللي عندي ايه، عشان بعد كده بقى بشوف ايه انا حساسه من ايه، ايه الحساسيه اللي عندي. ان انا بعمل سكن سنسيتيفيتي تيست، وبعمل حاجه اسمها راست، ار اي اس تي، راست دي بتاكد من الاي جي
اي. انا هنا بعمل blood examination، هنا بعمل blood examination for IgE level، بشوفه هو عالي في الدم ولا، لو عالي يبقى انا عندي حساسية، مش عالي يبقى ما عنديش حساسية. انما هنا انا بشوف ال IgE ده لل specific allergen، allergen بشوف ال allergen ده IgE، كل allergen، كل ال allergen ده عبارة عن ايه؟ antibody و anti اسمهم ايه؟ انتي بودي وانجن. فالاي جي اي ده انجن لاني انجن لسبيسيفيك الرجين، فانا بشوف بتاع اني الرجين، يبقى بنعمل دي او دي. اسيبتال ابسسز ماست بي تريند ايميديتلي فور فير اوف سبت الابسس. السبت الابسس ده ممكن يعمل ايه؟ ايه اخطر حاجه انا ممكن اخاف منها ممكن تحصل؟ انه يحصل برين ابسس، انه توصل للبرين وتعمل مشاكل، زي مثلا توقف الدرينج وتعمل مشاكل، فيبقى كافيرنس ساينسز ثرومبوفليبايتس دي تعمل كرينيال كومبليكيشن، الانترا كرينيال كومبليكيشن من ضمنها كافيرنس ساينس ثرومبوفليبايتس، دي اكتر حاجه انا بخاف منها. رينولايث از كوزد باي، رينولايث اللي هي الحصوه، قلنا الحصوه بيجي الفورين بودي بيترسب عليه يا اما بلاد كلوت، بلاد هو دخل عور او في فما، فحصل نزيف، حصل بلاد كلوتنج عليه، او انه عمل اريتيشن، فالاريتيشن دي اما الميكوزا بتاعت النيزل ميكوزا حصل لها اريتيشن طلعت ميوكس، فرست ميوكس، فالميوكس ده ترسب عليه، وبعدين بيجي بقى فوق البلد والميوكس ده كالسيوم سولتس ترسب فيه، فبتكون الرينولايز، يبقى is caused by neglected foreign body in the nose. هل لو foreign body كده لوحده هيعمل حاجة؟ لا. برسبتيشن اوف ثانيه واحده اتاكد من معنى نيجليتك، اتاكد نيجليتد معناها مهمل، يعني فورين بودي كده محطوط مفيش حاجه اترسبت عليه، لا بلاد بلوت ولا ميوكوس، فبالتالي الكالسيوم سولتس مش عارف ترسب عليه، فيبقى لا دي مش معانا، يبقى دي اللي معانا برسبتيشن اوف كالسيوم سولتس اون بلاد كلوت او ميوكوس. برفريشن اوف بوني بارت، بوني بارت في النيزل سيبتوم، مين القويه كفايه ان هي تاثر على البوني بارت؟ قلنا تيبركلوزس تي بي ضعيفه بتاثر على الكارتليجينس، لا يبقى قلنا السيفلس هي اللي قويه، قويه كفايه ان هي تاثر على البوني بارت، بتاثر على البوني بارت بتاع النيزل سيبتوم والبلد، تعمل بلد بيرفريشن. ذا ميكانيزم اوف نيزل الرجي از تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، دي معروفه، الالرجي نيزل الرجي از تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي. Xenophil is great number in nasal secretion is finding in Xenophil ده بتاع الحساسية، يبقى allergic، allergic rhinitis. Unilateral polyp arise from the lateral wall، lateral wall مش ما نكمل. In 55 year old man is most، هو أكبر من 50 سنة وطالع من lateral polyp، طالع من lateral wall، يبقى inverted بابلوم، عشان allergic nasal polyp و anthroquinal polyp دول بيبقوا مش من lateral wall، بيبقوا يعني ملهمش مكان محدد تقريبا، ثانية واحدة. يب انا صح، ال allergic nasal polyp وال anthroquinal polyp دول بيطلعوا من ال sinuses مش ال lateral wall بتاع النوز. commonest cause of epistaxis، ايه اللي يخلي دايما في نزيف في المناخير في الالدري، في الكبار يبقى هايبر سنسيتيفيتي، هايبر تنشن، عشان كده الدكتور كان قال اول ما يجي شخص العياده عنده كبير بيحصل له epistaxis باستمرار، اول حاجه اعملها ان انا اقيس الضغط اشوف هو مريض هايبر تنشن ولا لا، لانه بنسبه كبيره هيبقى عنده هايبر تنشن، هيبقى هايبر تنسيف بيشنت. لو طفل هيبقى تروما، يعني دي في ال children. sneezing is a prominent feature، prominent حاجة دايما بتفضل على طول
مش بتروح، طول ما المرض موجود هي موجودة. هي السنيزنج خدناهم في حاجتين، يا اما الرجي يا اما كومن كولد. طيب الالرجي، الرجي بتفضل معايا على طول، طول ما انا عندي حساسيه انا عمال اعطس ما بطلش اعطس، فهي عموما مبدئيا هتبقى الالرجيك نايتس. طب لو كومن كولد بقى، الكومن كولد مش بتحصل باستمرار، مش تبقى برومينانت، هي تبقى تمبراري في اول مرحله في الفيرست فيز اللي هي الاسكيميا. احنا عندنا الكومن كولد بيبقى اول حاجه، اول فيرست فيز بيبقى عندنا اسكيميا، وبعدين الاسكيميا بتقلب ب هايبريميا، والهايبريميا بتقلب ب ريزوليوشن اللي هو يخف يعني هيلينج. ممكن ما بين الهايبريميا والريزوليوشن دي يحصل سكندري بكتيريال انفكشن، سكندري انفكشن. عندنا الاسكيميا هي دي اللي فيها السنيزنج، بعطس ومناخيري ناشفه وحرقاني، بعد كده بيبقى فيه رشح، بيبقى فيه ديسشارج، بيبقى فيه حراره، بيبقى فيه صداع اعراض البرد اللي هي اللي احنا عارفينها كلنا. بعد كده يا اما اخف يا اما يحصل لي سكندري بكتيريال انفكشن، وبدل ما مناخيري بتطلع ميوكو بيورلنت ديسشارج، ديسشارج عادي، لا هتطلع بقى ديسشارج بيبقى يلوش. اول ما يطلع ديسشارج يلوش اعرف ان في حاجه سكندري بكتيريال انفكشن، وساعتها البرد بيطول معايا. دي احد الكومبليكيشنز بتاعت الكومن كولد. انما البروميننت سنيزنج فده الالرجيك رينيتس عشان هي بروميننت، انما دي حصلت في فيز واحده بس في الكومن كولد. اسيبتال ريدش بوليب، ريدش بوليب which bleeds easily، bleed بيحصل لها bleeding بسهولة on touch، كل ما المس البوليب دي تروح منزلة دم. ايه هو بيقول يعني اكتر حاجة ممكن اتوقعها ايه؟ inverted papilloma بتعمل ايبي ستاكسس، بس مش لدرجة ان كل ما المسها تروح منزلة دم، مش للدرجة دي. انجيو فايبروما هي نيزو فارينجيال، هو عموما بليدز ايزلي، انا مسكماها كده بليدز ايزلي يعني بتنزف بسهوله جدا، يبقى ده ايه اللي هينزف بسهوله؟ البلاد فيزلز. وايه اللي تبع البلاد فيزلز؟ كابيلري هيمانجيوما، يبقى هتبقى كابيلري هيمانجيوما دي عشان كابيلري فبلاد فيزلز لانها بليدز ايزلي. سادل نوز، اه الحمد لله بسجل. سادل نوز مي بي ديو تو فولوينج، سادل نوز مي سوري المقاطعه، سادل نوز مي بي ديو تو فولوينج اكسبت. سد النوز اللي هي المناخير ده، هي اللي عندها شبه حته الحصان كده داخله لجوه. اول حاجه معانا اوفر سكري اوفر ريسكشن اوف سيبتال كارتليج. انا ممكن وانا عندي مثلا سيبتال كارتليج حصل فيه اعوجاج كده مش سليم، فانا جايه بعدله بعمل له ريسكشن، اروح متكيه جامد اروح مطبقه فيتطبق المناخير بتبقى، وممكن ممكن كده وممكن كده. دي في حاله الاوفر ريسكشن، بدل ما اعدله اخليه كده لا انا اتكيت عليه قوي فطبقته كده، مناخير بتبقى كده. السيفاليس قلنا ده مرض قوي بياكل في البوني بارت بتاع النيزل سيبتم. احنا عندنا الجزء ده كارتليج لغايه هنا كده تقريبا، والجزء ده بوني بارت، فهو بياكل في البوني بارت فبيسبب المنظر ده، فيبقى السيفاليس معانا. سبت الابسس برضو معانا، ممكن الابسس بس الباس ممكن ياكل في العظم او الكارتليج يسبب لنا المنظر ده. رينوسكليروما، رينوسكليروما ما خدناش فيها حاجة ان هي بتعمل الموضوع ده، فهي اصلا كده او كده حتى لو مش عارفين اللي فوق ممكن يعملوا كده ازاي، رينوسكليروما ما خدناش ان هي بتعمل حاجة من دول فهنختارها. A patient with C-shaped deviated nasal septum، C-shaped deviated nasal septum هذه المناخير بتاعتنا الحلوة، و C shaped ممكن يبقى كده وممكن، انا رسمتها كبيرة بس عشان تبقى واضحة، وممكن تبقى كده. قافلة هنا يا اما هي عادي مش قافلة حاجة بس
مسببة ان النوز مش سليمة. اذا سبتم may suffer from all of the following except، يعني هيبقى عنده كل حاجة ما عدا epistaxis. والله ممكن unilateral nasal obstruction. احنا لسه قايلين هنا هو قافل ناحية، قافل قافل ناحية مش الناحيتين. فيشيال بين، في حاجة سادة المناخيري، ممكن تبقى ضغطة على النيرف اللي هو بيغذي المناخير فمسبب لي فيشيال بين. دي معانا باروزميا. باروزميا هي دي هتبقى هي، حتى لو مش عارفة اللي فوق، لو مش عارفة نختارها بالاستبعاد. ليه؟ لان الباروزميا ان هو انا بشم حاجة مش موجودة نتيجة عندي مشكلة نفسية، ماشي، في مشكلة نفسية مش ملهاش علاقة بالاستراكشن ولا الحاجات دي كلها. الموست فريكوينت كوز اوف سيبتال بيرفوريشن، موست فريكوينت يعني بتحصل على طول، سيبتال بيرفوريشن حاجة بتحصل على طول. هل هيجي لي تي بي على طول؟ لا اكيد مش هيجي لي تي بي على طول، يعني بيبقى عندي وخف يجي لي الاسبوع اللي بعده او الشهر اللي بعده او السنة، لا مستبعده. ليبروسي اكيد مش هيجي لي انفكشن باستمرار ولا هيجي لي احتقان باستمرار، انما ايه اللي ممكن اعمله باستمرار لما يكون عندي مشكله في مناخيري؟ اوبريتيف، عندي مشكله هي الكومونست وهي الموست فريكوينت. اوبريتيف، which of the following is wrong concerning submucous resection septal operation. ماشي، اولا submucous resection septal operation، انا لو بدخل اللي هي الاداه بتاعتنا دي، مش فاكره اسمها صراحه، جوه المناخير من الناحيه دي ومن الناحيه دي وبتكه بعد النيزل سبت، تمام. انا لو عدلته وثبته، ممكن الانسان اما بيكبر، يعني لو هو لسه في الديفلوبينج ستيج بتاعته، النيزل سبتم ده يحصل له ديس فورميشن تاني، مش هيبقى ثابت. فالمفروض ان انا اعملها بعد ما يحصل كومبليت، يعني يكتمل نموه اللي هو عند ال 18، مش قبل ال 18، بعد ال 18 ممكن. تاني حاجه انه هي حاجه يعني بتوجع شويه، فممكن لو الشخص ده مش قادر، مش هيقدر يستحمل بين او كده، دي لوكال اناثيزيا، مخدر موضعي في المكان ما يحسش بوشه او مناخيره عبال ما اردها له. طيب ال incidence of septal perforation is less than septoplasty operation. لا احنا قلنا اقل حاجه بتعمل septal perforation هي ال septoplasty، عمليه التجميل، ماشي، عشان دي مش عمليه في المناخير وانما عمليه تجميل، انا بعدل ال septum، ودي مش محتاجه سن معين، يعني ال septoplasty ممكن اعملها في اي وقت، مش شرط الشخص وهو طفل، ممكن وهو طفل، قصدي مش لازم بعد ال 18، هي تبقى دي. The incidence of septal hematoma is more common than septoplasty operation. السبتال هيماتوما بتحصل اكتر في resection، submucous resection، اكتر من septoplasty. Defeated nasal septum can be associated with، ماشي، ممكن يبقى unilateral. unilateral في حالة لو هو C-shaped، او bilateral في حالة لو هو S-shaped. هنا ممكن سي شيب ده او اس شيب ده برضو، يعني الشخص اهو مناخيره، لا سوري مش عايز الخط ده، مناخيره اهي في سي شيب عامله لي يوني لاترال اوبستراكشن، او اس شيب، هي اس شيب ده بس قافلالي من ناحيه والناحيه التانية تمام، الناحيه دي مقفوله الناحيه دي تمام، او اس شيب قفل لي الناحيتين، عامل لي bilateral obstruction، قافل الناحيتين تمام، فاه ما عندها unilateral او bilateral. epistaxis بتعمل epistaxis، بتعمل نزيف، لاني تبقى الشعيرات الدمويه جوه ضعيفه فبتعمل epistaxis، وبعدين هي ضغطه وعندها obstruction، في مشاكل كتيره جوه مش epistaxis بس. functional endoscopic sinus surgery is the operation of choice in all of the following except
functional endoscopic sinus surgery اللي هي اف اي اس اس. اف اي اس اس دي بنستخدمها عشان ريستور في حاله الكرونيك سينوسايتس، اكشلي في حاله السينوسايتس، وفي في الغالب بتبقى كرونيك، يعني كرونيك سينوسايتس، عشان نعمل ايه؟ عشان تريستور النورمال فانكشن اللي هو الدرينج اوف ذا نوز. النوز كان حاصل اوبستراكشن فسد الساينس، مفيش درينج حاصل، وفي نفس الوقت سده مش موصله الهواء للاولفاكتوري ميكوزا، فمش عارفه اشم الريحه كويس. يبقى اللي عندي اللي هي ما هو الفانكشن بتاع النوز ايه؟ درينج و سميل. فانا لا في سميل ولا في بتاع ولا في درينج، فانا ممكن استخدمها في الميوكوسيل اوف بارونيزال ساينسز. ده اوبستراكشن، نزل اوبستراكشن تويستد نوز. انا هعملها، هعمل فيها ايه لو عندي سبتال اوبستراكشن؟ عندي سبتال اوبستراكشن، انا هعمل بالعمليه دي ايه؟ تويستد نوز، يعني المناخير بدل ما هي كده، ثانيه واحده كده، لا هي المناخير كده. دي محتاجه عمليه تجميليه، جراحه تجميليه، مش اف اي اس اس، نيزوبلاستي كرونيك سينوسايتس. احنا لسه قايلين اصلا في كرونيك سينوسايتس نيزل بوليبوزز، في بوليب سد المناخير، ممكن اعمل فيها العمليه دي. يبقى الوحيده اللي مش معانا التويستد نوز، عشان دي محتاجه عمليه تجميل. The value of FESS is to restore the function of the nose and sinus, preserve sinus drainage. تمام؟ انا بدخل بقى بشتغل من جوه، فمش بعمل سكار، مش بيبقى فيه سكار. في الاول عشان يعملوا كده كانوا بيفتحوا الجلد من بره من جنب المناخير كده ويدخلوا يشتغلوا، كانت بتسيب سكارز شكلها وحش قوي. فلو في حاجة ما تعملش سكار وفي نفس الوقت ألطف وبتعمل نفس الشيء، طب وليه لا ما استخدمهاش؟ commonest cause of nasal septal perforation، السائلين العمليات septal operations، عشان دي اللي ممكن اتعرض لها باستمرار، الحاجات التانية لا. بس كده يا دكاترة خلصنا الحمد لله، اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا وربنا يوفقكم كلكم، بالتوفيق ان شاء الله.